الحزن الهم الغم تعوذ منها نبينا صلى الله عليه وسلم. لما تعوذ منها؟ لأنها تصرف الإنسان عن طاعة الله، تصرف الإنسان عن الطاعة. أحيانا يكون لديك رغبة أن تصلي ولا تجهل أن سنة ما ستقام في هذا الوقت وأن هذا وقتها، لا تجهل هذا، لكن هما ما يعتريك وحزنا ما يغشاك يجعلك تقصر بنفسك من كثرة الهم من كثرة الحزن. حتى ورد في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان مرة مع بعض الصحابة في الليل، فجاءه ما جاءه من أخبار الشام أن الطاعون استشرى، فما استطاع يصلي. قال لي أظنه لأبي الدرداء بعض، قال قوموا صلوا، يعني لا تنتظروني أن أقوم أصلي من الليل، لا يمكن، ما أقدر أصلي. لماذا لا يستطيع أن يصلي؟ لأنه أمير المؤمنين ويحمل هم المسلمين الذين في الشام أن يفنيهم الطاعون، فخاف إن دخل في الصلاة يبقى ذلك الحزن والهم مسيطرا عليه، لكنه قطعا بعد ذلك صلى. لكن الشاهد منه أن الحزن الهم الغم هذه تصرف. لأجل ذلك قال الله: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. الإنسان يوطئ نفسه، لا يوجد شيء يبقى، كل شيء له نهاية، سينتهي لا محالة، لا يوجد شيء ثابت. كل ليل بعده فجر، كل ظلمة بعدها نور، كل نفق آخره مخرج. كن على يقين برحمة أرحم الراحمين وقدرة الله على غوثك، لكن أظهر لله الصبر حتى إذا استقر في قلبك أن الأمر كله لله أتاك فرج الله. فرج الله عنا وعنكم، وجمعنا الله وإياكم في مستقر رحمته، والحمد لله رب العالمين.